جائحة كورونا باتت من الماضي أو على وشك أن تكون. هكذا رسم صندوق النقد الدولي صورة لتعافي الاقتصاد الجزائري بعد عامين من الأزمة الصحية. تعافي وصفته الهيئة المالية الدولية بالتدريجي، مع توقعات بتجاوز كلي لآثار الجائحة على النشاط الاقتصادي والتجاري بحلول العام المقبل. مؤشرة إيجابية استندت فيها هيئة بروتون وورتس على تسجيل البلاد نمواً بـ 2.3% خلال النصف الأول من السنة الجارية بعد انكماش قدر بنحو 5% السنة الماضية، إلى جانب تحسن ملحوظ في الحساب الجاري الخارجي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي. تقديرات مريحة تتزامن مع صدور أول الأرقام الرسمية بشأن خسائر البلاد جراء جائحة كورونا المقدرة ب5 ملايير دولار. أظهر الاقتصاد الوطني قدراً كبيراً من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم، حيث كرست الدولة ما يزيد عن 298 مليار دينار جزائري كمساعدات مباشرة، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين والعمال الذين وضعوا في وضعية حالة بطالة إجبارية نتيجة الجائحة، وقد بلغت التكاليف المدفوعة، وهذا الرقم نعطيه لأول مرة، لتغطية أجور 5 أشهر ما يعادل 674 مليار دينار جزائري على عاتق الخزينة العمومية. وتتوقع الحكومة الجزائرية نمواً إجمالياً يعادل 4% السنة المقبلة، مع توقعات بتسجيل أول فائض تجاري بنهاية العام الحالي منذ 7 سنوات.